مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. بداية، تكشفت الأسباب أم لم تنكشف؟ لا أحد إلى الآن له الثقة في النتائج التي ستحصل بعد كارثة المرفأ في 4 آب. وعدتنا الدولة اللبنانية بخمسة أيام لكشف المتورطين وإظهار الحقيقة. الآن بعد ما يقارب 40 يوم لا شيء عن هذا الموضوع. كل ما حصل هو أنه تم توجيه التهم إلى موظفين درجة ثالثة. أما المطلوب كان هو محاسبة الفعليين من وزراء سابقين، من مسؤولين عن هذا الموضوع. لبنان ينهار ولا نرى ردة فعل من الدولة اللبنانية. ما يحصل ليس مقبول للسقوط عليه بعد الآن أبدا. الفساد استشرى في لبنان. لا يمكن أن نقبل ما يحصل اليوم. ما حصل هو شهادة أو وسام عار على الدولة اللبنانية. يعني بعد ما شاهدناه في 4 آب كنا نتوقع المزيد من الاحتياط، كنا نتوقع أن يكون هناك من يحفظ الأمن وينتبه إلى السلامة في مرفأ بيروت. فإذ بنا نرى الحرائق من جديد. الأسباب ليست مهمة، المهم هو أن نحافظ على ما تبقى من بلد. لأنني أعتقد أنه خلال 3 أشهر إن لم نرى تغيير جذري في تعامل الدولة، نحن سوف نكون سنشهد نهاية وطن للأسف. طيب، يعني هنا نشهد هذه المرة الثانية تشهد يعني أو يشهد مرفأ بيروت هكذا انفجار، أو إن قلنا هذه المرة هو اندلاع حريق، يعني هل ترون بأن هناك من يقف وراء ذلك؟ ربما يكون هناك من يريد أن يعيد إلى الأذهان انفجار آب فجار 4 آب، ولكن أصلا ما كان لازم خليل المجال. يعني ليس هناك من ضرورة أو قدرة ليستطيع أحد أن يقوم بهذا الحريق. لماذا لم يجهز المرفأ بأنظم حماية بعد ما حصل في 4 آب؟ لماذا هناك استهتار؟ يعني أنا لا أعتقد أن هناك شخص يستطيع الدخول إلى المرفأ بما فيه الآن من حماية من جيش وقوى أمن وأن يقوم بهذا التفجير. ما حصل ليس مقبولا. بيروت اليوم في حالة خوف، في حالة رعب. إذا تنظر إلى بيروت من المرتفعات ترى سحابة سوداء. نعم، كما قلتم حالة خوف وحالة ذعر يعني منتشرة بين اللبنانيين. نعم. هنا دعوة من جانب الرئيس اللبناني ميشيل عون لمجلس الأمن للدفاع أو مجلس الأعلى للدفاع لانعقاد مساء اليوم الخميس للبحث في حريق مرفأ بيروت. ما الذي تتوقعونه من هكذا اجتماع؟ سيدتي العزيزة، مع تقديري لما يحاول القيام به فخامة الرئيس، ولكن إذا كان كارثة وزلزال انفجار 4 آب الذي ليس له مثيل في العالم ولم نرى خطوات، فماذا نتوقع الآن من خطوات؟ يعني أنا بعد ما يقارب 40 يوم لم أرى أي خطوة إيجابية من الدولة اللبنانية. أنا لا أوجه الاتهام إلى أحد، ولكن ما حصل هو كارثة إنسانية سوف تذكر في التاريخ. لم يكن هناك أي شيء من الدولة. يعني عن جد الشعب اللبناني اليوم، أنا كنت في أحد الاجتماعات مع طلاب لي، جميع الطلاب هي على أبواب السفرات، الشباب اللبناني على أبواب السفرات. سوف لن يبقى في هذا البلد إلا السياسيين. يعني الجميع يتوجه إلى السفر إلى الخارج. لبنان كنا نعمل باسبور بخلال 2 ساعة، الآن بدك 3 أسابيع لتعمل باسبور، لأن كل العالم عم جهز باسبورها للسفر. لبنان الآن سوف نترك هذا البلد للسياسيين ليحكموه بين البعض. طب يعني برجع أقول أنا معهم، كمان ما عم زدت اللوم مع حدا. يمكن أقول ما يقوم به فخامة الرئيس يحاول العمل، ولكن منذ 4 آب ولم نرى أي خطوة جدية. إلى متى؟ نعم. في ناس مسؤولين، في أشخاص التحقيقات قالت، في وزراء كان مفروض يجوا على التحقيق. وين هالتحقيقات؟ نريد شفافية،
الشعب اللبناني يريد أن يعرف ماذا حصل في 4 آب وعشرة أيلول، لأننا بعد الآن لن نسكت. ليس فقط اللبنانيين يعني يريدون معرفة ما جرى في 4. نعم. الحقيقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، ضيفي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الزين، على كل ما تفضلتم به.